شايفين سكرين كده؟ هو بس كتذكرة كده، إن أنا عارف الكونكشن كانت وحشة المرة اللي فاتت، إن النتورك ممكن تبص لها عامة من أكتر من بوينت أوف فيو. ممكن تبص لها إن هي عبارة عن كور نتورك اللي هي هايلايتد بالجرين هنا، دي كور نتورك، وبعدين في أكسس نتورك اللي هو الجزء اللي بره ده. ده بيبقى الكور نتورك دايما بتبقى بيل، سواء في يوزرز ولا لا، يعني بغض النظر عن انت كاند يوزر كونكتد او لا، الكور نتورك دي بتبقى كونكتد يعني. وبعد كده في الاكسس نتورك، دي اللي هي عباره عن الاند يوزر، سواء اليوزر ده individual يوزر او شركه او غيره يعني، او سيرفر. فبالتالي ده point of view، ان انت عندك core network وعندك access. ممكن توصلها تاني من ناحية تانية، اللي هي ممكن ان هي عندك ممكن network تبقى wired او wireless network. وايرد او وايرلس نتورك دي عباره عن ايه؟ وايرد نتورك ان هي تكون الكونكشن ما بين النوتس وبعضها، مثلا الكونكشن دي ما بين التو نوتس دول تبقى وايرلس او تبقى وايرد. خلاص. وفي تاني ممكن تبص لها من انذر بوينت اوف فيو، اللي هي موبايل عكس موبايل ايه؟ فيكست. موبايل او فيكس نتورك. يعني ايه موبايل نتورك؟ موبايل نتورك ببساطة خالص ان اليوزر ده بيتحرك وهو كونكتد للنتورك، ففي موبيليتي، غير ان هو فيكسد في مكان ثابت كده. خلاص. وممكن تبص لها من بوينتس اوف فيو يعني كثيرة، هي بتعتمد على انت بتتكلم على النتورك ازاي. يعني في بوينت اوف فيو تانية او رابعة يعني، ودي مهمة جدا، اللي هي مكتوبة تحت هنا، دي عبارة عن ان هي لان. لان دي اختصار كلمة لوكال اريا نتورك، او وايد اريا نتورك اللي اختصار كلمة وان. فده ممكن توصل ان هي لان لوكال اريا نتورك او وان. حد عارف يعني ايه لان او وان؟ يا ريت بس بلاغ ضميركم، لان هو دلوقتي فيه 35 بس واحد اونلاين، يعني لو هم راحوا على جروب تاني او حاجة. يعني ايه لان او وين؟ لان او من الاسم واضح ان هي يعني لوكال، بمعنى هنا ان وزن ديستانس صغيره، ووان وزن ديستانس كبير. فدي تعتبر وان النتورك دي كلها على بعضها الكور بالاكسس، والصغيره دي تعتبر لين. ديستانس صغيره وديستانس كبيره بحدود قد ايه؟ الكلام ده هنعرفه قدام شويه اكتر يعني. بس لان مثلا في ديستانس صغيره بحدود مثلا 100 متر،
و100 متر دي ليها سبب ان شاء الله هنتكلم عنها قدام شويه. ولكن هي اللان ديستنس صغيره وديستنس كبيره مش هباء كده، ولكن ليها سبب هنتكلم برضك عنه ان شاء الله دلوقتي يعني. طيب بس خليني اسال سؤال، مين فيكم هنا خد CCNA كورس؟ You raise hand. لو حد خد CCNA كورس You raise hand. في حد خده؟ طب حد عارف يعني ايه CCNA كورس؟ واحد بس. طب محمد محمود، يعني ايه سي سي ان اي كورس؟ كاختصار يعني ولا ككورس عامة؟ الاثنين. سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيت، هي المفروض ندرس فيها الحاجة يعني بقية الكورس ده بقى، والراوتينج والسويتشنج بروتوكولز. الكورس ده اللي هو انه الكوميونيكيشن نتوركس الكوميونيكيشن نتورك على فكره، يعني عشان كده سالت السؤال ده وعشان سبب تاني هقول لكم عليه. الكوميونيكيشن نتورك ككورس يعني مش هو السي سي ان اي، عرفت؟ السي سي ان اي ده كورس سيسكو بتديه علشان ازاي استخدم النتورك ككونفيجريشن وكده يعني، وبيديكوا بعض الجزء الثريتيكال كبيس بس عشان تبدأوا منه يعني. ولكن الكورس ده كوميونيكيشن نتورك انجينيرنج يعني. طيب فده كده بالنسبة للكلاسيفيكيشن اللان والوان. فالكور نتورك دي بتتكون من اللي في النص دول اللي هم قد يكون راوترز او سويتشز، يعني ده ممكن يكون راوتر او سويتش، هنعرف ايه الفرق ما بينهم. النوت زين عبارة عن راوترز او سويتشز. المين فانكشن بتاعت النتورك، يعني احنا محتاج نتورك ليه؟ عشان لما نيجي نبعت ترافيك ما بين اتنين نوتس، في الحقيقة مش لازم نعمل نتورك، يعني ممكن نوصل التونس دول بكيبل دايركت، سواء الكيبل دول سواء الكيبل دول موجود في نفس المكان او قريبين من بعض يعني، او حتى في بلد مختلفة بعيد عن بعض جدا، فممكن نعمل كيبل ما بينهم. حتى لو بعيد عن بعض ممكن يعني تأجر لينك، وليكن حتى ساتلايت لينك، ويبقى في لينك ما بينهم تشير انفورميشن. ولكن لو انت عاوز تشير انفورميشن ما بين اكتر من اتنين نودز، في الحاله دي يعني محتاج نتورك زي كده. يبقى انت كده كل النودز كونكتد از اكسس ديفايس، وبالتالي ممكن توصل لكل واحد. طب حد يعرف ازاي اوصل ليه؟ يعني لو خدنا مثال ان احنا مثلا الكلاينت اللي على الشمال ده عاوز يكونكت للسيرفر اللي على اليمين، حد يقدر يقول لي كده ايه البروسيس اللي هو متوقعها تحصل في النتورك هنا؟ فرح سمير، فرح ايه يا دكتور؟ لو انا لو يوزر ده الكلاينت ده عاوز يكونكت للسيرفر، تفتكر ايه البروسيس اللي بتحصل في النتورك هنا؟ يعني مش عارفة بصراحة دكتور قصدي حضرتك ايه، يعني أكيد بيعدي على كذا حاجة عبال ما يروح للسيرفر. أكيد الانفورميشن ده بتتجمع في حتة وبعد كده بتتوزع ولا ايه؟ ازاي بقى؟ لا مش عارفة. انا بكلم كبرين ستورمنج يعني، مش لازم معلومة تكوني عارفاها يعني. او
مارك مادي مادي ايوه يا دكتور. تفتكر كبرين ستورمنج كده، لو الكلاينت ده مثلا مينس كلاينت 1 ده عاوز يكونكت للسيرفر، ايه البروسيس اللي هتحصل في النتورك يعني؟ هو انا مش عارف بصراحة، بس يعني هو اكيد هيتجمع في حتة برضو هو ايه اللي هيتجمع؟ الداتا عامة، يعني مش عارف. هتتجمع منين؟ انت بتبعت من واحد للتاني، فين التجميع هنا؟ يعني قصدي اكيد هتعدي على ستيب معينة، ايوه، ما ايه الستبس مش بقى دي؟ عارف بصراحة. طيب اول حاجه الكلاينت ده هيكون عاوز يكونكت السيرفر ده، فهو الكلاينت كونكت للنتورك ثرو اي اس بي. الاي اس بي اختصار ايه؟ مارك، internal service provider مكتوبة فوق، مكتوبة ايه بقى؟ internet service provider. اي اس بي اختصار كلمة انترنت سيرفيس بروفايدر. يعني ايه بقى انترنت سيرفيس بروفايدر؟ أنا ما احترتش بصراحة المرة اللي فاتت يا دكتور، يعني ماشي، ما يعني مش انت كونكتد، انت نفسك كونكتد ثرو النتورك، للنتورك ثرو ايه؟ يعني شركة الإنترنت عامة يعني. شركة الانترنت ده اسمها انترنت سيرفيس بروفايدر. تمام. فالانترنت سيرفيس بروفايدر بيعمل ايه؟ الانترنت سيرفيس بروفايدر بيبروفايد سيرفيس لليوزر. السيرفيس اللي بيقدمها دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انترنت كونكشن. يعني ايه انترنت كونكشن؟ انت ممكن تكون كونكتد كاند يوزر، كونكتد للانترنت، ممكن انت كاند يوزر تكون كونكتد للانترنت عن طريق تكون كونكتد للانترنت عن طريق دي اس ال. خلاص، لو انت كونكت عن طريق دي اس ال كسيرفيس لوحدها، ممكن بقى ديفرنت سبيد، مثلا 1 ميجا، 2 ميجا، 16 ميجا وهكذا. فالدي اس ال اندر الدي اس ال لوحدها في كذا سيرفيس. يعني انت كونكت الانترنت ثرو 1 ميجا دي سيرفيس لوحدها، كونكت الانترنت ثرو 2 ميجا دي سيرفيس. خلاص، غير كده انت ممكن تكون كونكت ثرو دايل اب. دايل اب اللي هو ايه؟ رقم تليفون بتتصل بيه وكده بتبقى كونكتد للانترنت ثرو الاي اس بي، او تكون كونكتد عن طريق وايرلس. يعني في بعض السيرفيسز سيرفيس برويدر، انترنت سيرفيس برويدر، في واي فاي مثلا في الكافيهات وحاجات زي كده والنوادي، بتلاقي ممكن تكونكت الانترنت عن طريقه. خلاص، فبالتالي يبقى انت كده بتبروفايد واي فاي اكسس للاند يوزر كانترنت كونكشن، وممكن عن طريق موبايل داتا زي شركات الموبايل كده. انت عندك موبايل بتتكلم فيه وفيه داتا، هو موبايل داتا دي برضك انترنت سيرفيس. وممكن عن طريق بقى حاجه اسمها ليزد لاين او برايفت لاين، ان الاند يوزر زي ده كده يكون واصل له لغايه المكان بتاعه، مثلا زي اوبتيكال فايبر لوحده، او كوكسل كيبل، او وات ايفر تويستد بير كيبل، او وات ايفر كيبل يعني، او كونكشن حتى لو وايرلس، يعني تكون دي خاصة باليوزر ده. خلاص، فبالتالي هنا ده يعني في هنا أكتر من كونكشن للإند يوزر. فدي حاجة. الحاجة التانية اللي بتكاركترايز الإنترنت سيرفيس بروفايدر، إن هو بيكون في كونكتيفيتيز كتيرة، يعني بيكون متوصل بيجمع ترافيك من إند يوزرز كتيرة. خلاص، ثرو الأكسس ديفايس ده. خلاص، طيب ده كده بالنسبه ايه للاي اس بي. فالاي اس بي بيبروفايد انترنت سيرفيس للاند يوزر، سواء اليوزر ده هو انديفيدوال يوزر او شركات، بديفرنت سيرفيسز، ديفرنت انترنت كونكشنز يعني. خلاص، عرفتوا يعني ايه سيرفيس بروفايدر، انترنت سيرفيس بروفايدر؟ طيب سيسكو تعتبر سيرفيس بروفايدر ولا لا؟ وهواوي وكده والشركات دي تعتبر سيرفيس بروفايدر ولا لا؟
لا يا دكتور تقريبا. لا تعتبر ايه طيب؟ يعني فيندورز فيندورز بالظبط. فانت عندك الشركات دي نوعين، نوع فيندر بيبروفايد النتورك اليمنتس، ونوع تاني من الشركات بيبروفايد السيرفيس. خلاص زي الموبايل، يعني انت مثلا عندك شركات الموبايل معروفين ثلاثة ولا أربعة ولا حاجة. خلاص طيب، شركات بقى شركات الموبايل دي مستخدمة أجهزة بتاعت مين؟ هل هم اللي منتجينها ولا شركات تانية؟ شركات تانية. الشركات التانية دي زي مثلا هواوي أو نوكيا أو وات ايفر البروفايدر ده، كده بيبقى اسمه فيندر. الفيندر هو اللي بيبروفايد النتورك اليمنت اللي انت بعد كده كسيرفر برايدر بتاخده وبتعمل الايه النتورك بتاعتك دي. خلاص طيب، فبالتالي ده الاي اس بي. فالاي اس بي انت بتكون كونكتد بايه، باكتر من طريقه ل او اكتر من سيرفيس يعني للانترنت. ده بالنسبه للسيرفيس بروفايدر. فلو احنا خدنا المثال بقى اللي احنا قلنا فيه، ان انت ككلاينت، كلاينت 1 ده عاوز يكونكت للسيرفر. خلاص، فاول حاجه الكلاينت هيعمل ايه؟ اول حاجه الكلاينت هيبعت ريكويست، ان هو عاوز يكونكت للسيرفر اللي على اليمين. هيبعت ريكويست لمين؟ للنود اللي هو واصل بيها على الاي اس بي. خلاص، ازاي كلاينت 1 ده يأيدنتيفاي السيرفر للراوتر ده عشان الراوتر ده يوصله؟ يعني الكلاينت 1 يقول للسيرفر ده ايه، يقول سوري، كلاينت 1 ده يقول للراوتر ده ايه عشان الراوتر ده يفهم ان اليوزر ده عاوز يروح هنا للسيرفر 2، للسيرفر 4. بيقول له ايه؟ بيديله حاجه اسمها ادرس. يعني حد سمع عن اي بي ادرس؟ محمد بهاء؟ محمد بهاء؟ طب ندى ناصر؟ أيوة يا دكتور، سمعت عن اي بي ادرس؟ ثانية واحدة معلش. اللي هي بتبقى في يعني الاي بي ادرس ده، اللي هو يعني بيبقى الادرس اللي هو بتاع الكمبيوتر اللي بستخدمه وانا باكسس الانترنت يعني. بالظبط. احنا ان شاء الله هنتكلم على الاي بي ادرس بالتفصيل، ولكن فور ذا تايم بينج هو غالبا في الكورس اللي هو الثاني كمبيوتر نتوركس. ولكن فور ذا تايم بينج هو ادرس. يعني انت زي ما تكون بتبع على الجواب بتعمل ايه؟ بتحط ادرس وبتبعته. خلاص، فبالتالي هنا بتبعت هنا ايه، ريكوست من كلاينت 1 بيبعت للراوتر ده عن طريق ان هو بيكون عارف الادرس بتاع الايه، بتاع السيرفر. فهنقول ان احنا دلوقتي محتاجين نعرف ادرس. ماشي طيب، ايه تاني بعد ما توصل للراوتر ده؟ سؤال بقى، هل الراوتر ده يعرف السيرفر ده موجود فين ولا لا؟ اللي بيقول يعرف يريز هاند، اللي بيقول ان الراوتر يعرف السيرفر، سيرفر موجود فين في النتورك، يريز هاند. مفيش حد؟ يعني واحد بس؟ اتنين؟ طب احمد سامح؟ ايوه يا دكتور. انت رفعت ايديك صح؟ اه طيب، هل الراوتر يعرف السيرفر فين ولا لا؟ يعرف. ليه بقى؟ عشان هو قبل ما يخش على يعني على المكان، على السيرفر نفسه، بيبقى لازم يبقى السيرفر ينفع يخش، لازم يبقى في اللوكيشن بتاعه يعني.
يعرف ايه لازم ايه؟ لازم يعرف عشان يخش عليه لازم يبقى عارف مكانه. مين اللي يخش على مين؟ الكمبيوتر يخش على السيرفر. اللي هو الكلاينت اللي على الشمال يعني؟ اه. يوصل للسيرفر اللي على اليمين عن طريق النتورك، فالمفروض الراوتر يبقى عارف النتورك ده، عارف السيرفر ده فين صح؟ اه بالظبط. طيب ماشي كويس. خلاص lower your hand. طيب مين اللي بيقول بقى ان الراوتر ده ما يعرفش السيرفر موجود فين؟ يريز هاند. هو كتير كده، 7 بعد تاني، 8. طيب لو خدنا مثلا محمد محمود، هو الراوتر بيبقى عارف الادرس بتاع النود اللي بعديه، مش مهم هيوصل فين في الاخر، بيبقى اه غير الادرس بتاع النود اللي بعديه وبيقعد يراوت الانفورميشن وخلاص. طيب هسألك سؤال، الراوتر ده لما يجيله ريكوست من الكلاينت ان هو يروح للسيرفر ده، فالراوتر ده هيبعت الراوتر اللي جنبه هنا ده ولا الراوتر التاني اللي جنبه الناحية التانية، هيبعت لمين فيهم؟ هو المفروض بيبقى مديله الادرس اصلا بيبقى معروف، فيها بيشوف اللي اقرب منه اللي اسهل. اه ما يبقى عشان يبقى الراوتر ده، عشان الراوتر ده يعرف ان السيرفر يوصله ازاي، فالمفروض ان هو يكون عارف ان يمشي كده او يمشي كده، يعني انت بتبعت الاقرب في الاتجاه بتاع السيرفر صح؟ اه فبالتالي الراوتر ده المفروض يكون عارف ان الاقرب ان انا ابعت كده ما ابعتش كده صح؟ اه يبقى الراوتر ده يكون عارف السيرفر موجود فين ولا لا. المفروض يبقى عارف صح؟ عشان وعارف ان هو يبعت لمين، يبعت للنكست راوتر هيبقى ده ولا تاني اللي فوق. طيب لو احنا اتفقنا على كده، لو انت وصلت للنتورك بالسايز بتاع الانترنت فيه، شكرا لرفع ايدي لور هاند تاني، الانترنت فيها كام اند يوزر ككلاينت وسيرفرز وكده يعني؟ الانترنت فيها كام يوزر at the same time؟ هل مثلا 100، 200، 1000، 2000، مليون، 2 مليون، يعني في الاوردر بتاع مليون ولا في الاوردر بتاع الالف ولا الالاف ولا في الاوردر بتاع مئات مثلا؟ الانترنت يوزرز على مستوى العالم ممكن في رينج المليون. في الرينج بتاع الملايين. فبالتالي لو تخيل انت كل راوتر من دول فيه انفورميشن عن ملايين من اليوزرز وديناميك، يعني ده يكونكت ويفصل وهكذا، هل ده تفتكر صح ولا لا؟ هيبقى كده لود جامد على الـ 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 على الراوترز. فبالتالي الإجابة بقى اللي هي بتاعت السؤال، هل الراوتر ده عارف السيرفر ده موجود فين ولا لا، الإجابة قد يكون عارفه او لا. لو هو عارفه خلاص هيكون عارف هيبعت لاني نيكست هاب الراوتر ده ولا الراوتر ده. لو هو مش عارفه هيعمل ايه؟ هيبعت لحاجه ريبريزنتيف في الجرو في الـ في الـ في النتورك اللي هو فيها، اللي هي بتاعه الاي اس بي الاولاني اللي فوق ده، اسمه جيت واي. ده جيت واي ايه؟ راوتر. فهو لو هو مش عارف الديستنيشن ده موجود فين، فهو هيبعت للجيت واي، والجيت واي ده المفروض هيبقى كونكتد لنتورك ثانيه كجيت واي برضك، يعني المفروض ده كمان ايه، ده كمان جيت واي. فالتو جيت وايز دول في النتورك بتاعت الاي اس بي دي مع النتورك الثانيه دي اللي هي مكتوب عليها باك بون، في الحاله دي الجيت واي ده هيبعت للجيت واي الثاني، وبالتالي يعني المفروض يبقوا عارفين بقى بعد كده يوصلوا ازاي. فالادرس بتاع النتورك بتاع السيرفر ده ممكن تكون موجوده في الراوتر ده او لا، ما كانتش موجوده هتكون موجوده في الجيت واي ده، لو ما كانتش موجوده هتبقى موجوده في الجيت واي ده.
يعني somewhere في النتورك، كل لو انت مش عارف بيبقى ليك انت ديفولت جيت واي ببعت ليه، وهو المفروض بيبقى عنده انفورميشن اكتر منه. خلاص كده. يبقى فالجيت واي بقى عامه عشان بس كديفينيشن هو انترفيس ما بين نتورك ونتورك تاني. يعني لو في تو نتورك زي كده، ده اي اس بي وده باك بون نتورك او اي اس بي تاني، الكونكشن ما بينهم عن طريق جيت واي راوترز. ليه؟ لان هما بيتكلموا هنا ببروتوكول ودول بيتكلموا بعض ببروتوكول تاني. طيب يبقى قلنا دلوقتي لو الكور نتورك دي كونكتد مع بعض من الاول، يبقى من قبل ما في، بغض النظر قصدي عن ان في اند يوزرز او لا، النتورك دول بيكونكت مع بعض. ولما بكونكت اند يوزر زي مثلا الكلاينت ده، السيرفر ده او الكلاينت ده او الشركه دي او كده، فاللي بقى كونكت للنتورك بيبقى متعرف على طول في النتورك ان ده ايه يوصل موجود ويوصل له ازاي. طيب فده كده ال اول بروسيس ان انا اكونكت من الكلاينت ده للسيرفر ده، ان الكلاينت ده يبعت ايه، يبعت للراوتر يقول له انا عاوز اروح للسيرفر ده، يقول له كده ازاي؟ عن طريق الادرس. خلاص. طيب وصلنا للادرس ان هو وصل هنا، فلا ده احسن طريق يمشي كده ولا كده؟ لا يمشي كده، ده اقصر مثلا او احسن. خلاص. البروسيس دي اسمها ايه؟ راوتينج. فبالتالي من ضمن الفانكشن اللي احنا عاوزينها في النتورك الادرس والراوتينج مثلا. يبقى كده ايه، اتنين فانكشنز اهم، راوتينج وادرس. فالراوتينج هنا علشان يقدر يحدد يمشي او نيكست هاب مين فيهم، فبالتالي دي البروسيس اسمها راوتينج يعني. طيب بعد كده في فانكشن تانية، يعني او خلينا قبل ما نوصل للفانكشن تانية نشوف ايه اللي هيحصل بقى هنا. فلقى ان هو هيبعت للراوتر ده، الراوتر التاني ده هيشوف انا احسن طريق، لانه كونكت الاثنين تانيين هيلاقي ده احسن طريق، وهكذا لغايه لما كل راوتر يشوف احسن طريق فين، لغايه لما يوصل للفاينل ديستنيشن اهو. يبقى في الحاله دي الترافيك وصل للفاينل ديستنيشن. طيب سؤال بقى، هل الفاينل ديستنيشن لما تجيله الترافيك دي محتاج ياخد اكشن ولا لا؟ يعني هل كده الكلاينت 1 يضمن ان الترافيك وصلت، ولا لازم السيرفر يرد عليه يقول له ان 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 الترافيك وصلت؟ ها مش هو اصلا عايز ياكسس انفورميشن هناك، فلازم هيعرف انها وصلت. يبقى لازم الكلاينت 1 يتاكد انها وصلت. هل الترافيك دي ممكن ما توصلش؟ ممكن يحصل لها لوس في النتورك، وممكن ان هو يحصل ايرور في اثناء الترانسميشن، فلو جت للسيرفر وفيها ايرور ممكن ما يتعرفش عليها. خلاص. فبالتالي احنا محتاجين هنا فانكشن تانية اسمها ايرور ديتكشن and يعني or أو and correction. يعني ممكن أعمل error detection بس، أو أعمل error detection و error إيه correction. ال error detection و correction ده اسمه error control، الاتنين مع بعض كده، إن هو بيعمل control إيه للإيرور، بيعمل له detection وبيعمل له correction. طيب فبالتالي أنا في الحالة دي لما عشان أتأكد إن الداتا وصلت صح ارد عليه، يبقى السيرفر يرد على الكلاينت بحاجه اسمها اكنولجمنت، ان هو بيقول له ان المعلومه دي وصلت. خلاص. طيب هل انا كل ترافيك ببعتها محتاج ان يرجع لها اكنولجمنت ياكد انها وصلت ولا لا؟ لا. هو الصراحه الاجابه ان هي على حسب الابلكيشن ريكويرمنت. يعني انت مثلا لو انت مثلا بتابلود فايل، انت عاوز الفايل يعمل له ابلود، ده احتمال في حاجات داتا يحصل لها لوس، او جزء منه يحصل له لوس، او يحصل له ايرور وجزء يوصل سليم، ولا عاوز كله يوصل سليم؟
لو انت بتعمل ابلود لفايل او مثلا عاوز كل بتشيك يوصل سليم، مثلا ايه عايز عاوز كله كل يوصل سليم بالظبط. يعني انت مثلا الفايل ده لو انت حصل فيه ايرور تيجي تفتحه بالبروجرام بتاعه ممكن ما يتعرفش عليه، يكون في مثلا في كود معين فيه ما يتعرفش عليه، وممكن هو لو هو مثلا بنك اكاونت انفورميشن ممكن يديك مثلا رقم حساب غلط او البالانس في الحساب غلط او حاجه زي كده، فانت في حاجات ما ينفعش فيها ايرور، فبالتالي بتاكنولوج ان هي وصلت صح. طب هل في ترافيك تانية مش عاوزه ممكن توصل غلط؟ اه في مادة تانية ممكن توصل وفيها ايرور، بس زي مثلا بتسكريفاي حاجه تانية من ضمن الداتا اللي ممكن توصل وفيها ايرور اللي هي الفويس. انتوا عارفين الفويس زي ما قلنا قبل كده ان في 3 باندويدث للفويس مهمين تكون عارفهم، من ضمنها اللي هو الـ4 كيلو هرتز ده اللي هو الفويس بتاع التليفون كول. فالفويس بتاع التليفون كول كان اساسه 10 وتعمل له قتل 4، فبالتالي في الحاله دي يعني انت اوريدي شايل منه جزء. ولكن الفويس مهم فيه ايه؟ ممكن يبقى فيه ايرور، ولكن لازم يبقى فيه ايه؟ لازم يبقى وصل within certain delay. في حد عنده يسأل؟ طيب فبالتالي هنا ده كده ايه function تانية من بتاعت network اللي هو error detection and correction. طيب لو احنا بصينا هنا للنتورك اللي تحت دي، النتورك اللي تحت دي اللي اسمها لان، تعال نبص عليها الاوبريشن بتاعها عامل ازاي. ادي A B C D. لو احنا هنا نود A بتبعت لنود C، خلاص لو نود A بتبعت لنود C، اثناء نود A بتبعت لنود C نود B عاوزة تبعت لنود D، هل تبعت ولا تستنى لما نود A تخلص؟ مش هما ملهمش دعوة ببعض، كان ممكن يشتغل في نفس الوقت. ايه؟ مش هما ملهمش دعوة ببعض، كان ممكن يشتغل في نفس الوقت. يعني ايه ملهمش دعوة ببعض؟ هما اتنين نوتس كسورس وديستنيشن، اتنين نوتس مختلفين بس واصلين بنفس الكيبل نفس الميديم. تمام. فهل ينفع الاتنين يبعتوا في نفس الوقت؟ تفكروا فيها. فاكرين في الديجيتال كوميونيكيشنز قلنا ايه؟ قلنا ان الكوميونيكيشن سيستم في عندك انالوج بيس باند وباند باس وديجيتال بيس باند وباند باس، صح؟ فهنا يعتبر من يبعت في انالوج ولا ديجيتال؟ ديجيتال. ليه؟ لان هو الداتا خارجه من الكمبيوتر. طيب هل من يبعت هنا موديليشن ولا موديليتد ولا مش موديليتد؟ هنا هنقول ان هي مش موديليتد، فبالتالي بتبعت ديجيتال بيس باند. هل ممكن ابعت ديجيتال بيس باند سيجنال من سورس ومن اثنين سورسز على نفس الميديا في نفس الوقت من غير موديليشن ولا من غير تايم ديفيجن مالتيبلكسنج؟ طبعا لا. فهنا طبعا شيرد ميديا ده هيكون ما فيش مالتيبلكسنج ما بينهم سواء تايم او فريكوينسي، فبالتالي كده يحصل حاجه اسمها كوليجن. الحاجه دي يحصل حاجه اسمها ايه؟ كوليجن. كوليجن ان تو سيجنالز اوفرلابد مع بعض كفولتج، وبالتالي عند الريسيفر اللي هو السي والدي مش هيقدروا يوصلوا مع بعض. طيب ممكن ان انا اعمل حاجه ثانيه، ان ممكن اخلي نود بي قبل ما تبعت تعمل ايه؟ تديكت الميديا الاول تشوف عليه ترافيك ولا لا، لو عليه ترافيك هتستنى، لو ما عليهوش ترافيك ممكن هي تبعت بقى. واضح ولا في سؤال؟ عندي سؤال يا دكتور. اتفضل. احنا قلنا في اول محاضرة ان هو ديجيتال، فممكن اعمل انكودنج، مش ممكن ابعت الاثنين وكل واحد يبقى ليه انكودنج مختلف؟ اه شاطر. في حاجة اسمها كود فيجن سي دي ام اي، ولكن
سي دي ام اي، ولكن انا بقول هنا ان انا هبعت من غير مالتيبلكسنج يعني. تمام كده ماشي. طيب فبالتالي هنا انا هعمل ايه؟ يبقى في الحاله دي قلنا ممكن ان لو الاي بيبعت للبي، ممكن لو بي جات له ترافيك ممكن يبعتها ويحصل كوليجن، وده طريقه موجوده. وممكن ان هو البي قبل ما يبعت يلسن، اسمها يلسن يعني، او يجدك ان في سيجنال على في الميديا ده ولا لا، دي اسمها كده كومن. بس الطريقه دي كده اسمها كومن ايه؟ كومن بس خلاص. وممكن ايه يستنى لغايه لما النود اللي هي شغل اللاين، هو بالنسبه له هو مش شرط مين اللي شغل اللاين، ولكن بالنسبه للنود بي مش شرط مين اللي شغل اللاين، ولكن هو شايف فيه ترافيك على الايه على الميديا، وبالتالي هيستنى لغايه لما الترافيك دي تخلص. هيعمل ده تخلص ان هو يعمل ديتكشن كل شويه او كونتينوسلي، ولغايه لما يبقى اللاين يبقى ايدل يبدا ان هو يبعت يعني. طيب واضح الكلام ده لغايه دلوقتي؟ طيب لو انا عملت كده، لو انا ايه عملت كده قلت ان هو قبل ما هبعت اليسن هل نود ايه لما تيجي تبعت في الاول، نود ايه لما تيجي تبعت في الاول هتلسن ولا لا؟ هتدكت ان في سيجنال ولا هي عشان اول واحده تبعت على طول؟ لازم تعمل ديتكت. لازم تعمل ديتكت. لازم تعمل ديتكت. ليه؟ لان انت بتحط رولز او ستاندرد ازاي النودز دي كوميونيكيت مع بعض. فنود ايه ما تعرفش ان هي اول واحده، يعني هي النود ايه والنود بي وسي ودي دول نودز منفصل عن بعض ومواصلين بفيزيكال كيبل خلاص. فبالتالي ما حدش يعرف مين اللي عنده ترافيك ولا لا. فانا في الايه ما تعرفش ان هي اول واحده تبدا. فبالتالي هنا المفروض الرول دي بتحطها على كل الكلام ده اسمه ايه؟ لا تكن اللي بقى اسمه ايه؟ بروتوكول. ايه هو البروتوكول ببساطه خالص؟ البروتوكول هو سيت اوف رولز ازاي النودز تكومنيكيت مع بعض. طالما بقول قبل ما تبعت لسن او ديتكت الميديا وشوف في ترافيك ولا لا، يبقى كده بحط رول. لو انا رجعت للسلايد اللي فاتت وهنا بقول لما الترافيك توصل للسيرفر، هل السيرفر يرد على الكلاينت يقول له ان الترافيك ده وصلت ولا ما يردش؟ ده موجود وده موجود. فطالما بتحط رولز ان هو لما توصل له يرد، وبعدين بقى يرد ازاي، هيبعت مثلا ايه بالظبط الانفورميشن اللي هيبعتها والكلام ده. فبالحاله دي انت بتحط رولز ما بين السورس والديستنيشن، ودي اسم دي اللي اسمها ايه؟ بروتوكول. خلاص. اللي هو بالاخضر ده دي اسمها لوجيكال كونكشن، لوجيكال كونكشن، علشان دي عباره عن انفورميشن اتبعتت بفورمات معين، ولكن مش فيزيكال كونكشن، مش فيزيكال كيبل يعني. طيب فبالتالي هنا لو احنا بقى قلنا كده، يبقى في ان قبل ما تبعت لسن، هل لما قبل ما ابعت بلسن دون كافي؟ ركز السؤال ده، كافي ان ما يحصلش كوليجن؟ ممكن مثلا يكون يا دكتور في نويز مثلا في الميديا فيحصل كوليجن، مش عارف كوليجن ما بين مين ومين. لو في مثلا النويز في الميديا نفسها هل ممكن تحصل كوليجن؟ فويس نويز، نويز نويز. لا النويز ده غير الكوليجن. النويز ده في نويز وانترفيرنس دول حاجه، والكوليجن دي حاجه تانية. ماشي. تمام يا دكتور، تمام فهمت خالص. طيب فبالتالي هنا لو حصل ان احنا من ديتكت السيجنال على اللاين، هسألك سؤال. لو انا ببعت سيجنال من ايه
لسي، السيجنال من ال سي دي هل هتوصل للدي ولا لا؟ وهتوصل للبي ولا لا؟ خلي بالك ان ده فيزيكال كيبل بس، فالسيجنال مفيش حاجه هتوقفها عند النود دي لان دي مجرد فيزيكال كونكشن بس، فبالتالي المفروض هتوصل للنتورك كلها اللي هو كل النودز موجوده في الباص ده. طيب لو حصل ان نود A مثلا ونود D عندهم ترافيك عشان تبعت، يعني مثلا A هيبعت لل C وال B هيبعت لل D مثلا يعني، والريكوست ده جه at the same time، ايه اللي هيحصل؟ الريكوست جه at the same time او يعني very close time يعني قريبين من بعض، فبالتالي ال A هيشوف الميديا هيلاقيه ايه؟ ايدل ما فيهوش ترافيك، ودي هشوف الميديا هي ليه ايدل، فالاثنين هيبعتوا في نفس الوقت. لما الاثنين يبعتوا في نفس الوقت هل الترافيك دي هيحصل ما بينها كوليجن ولا لا؟ يعني ده بعت وبيحصل بروباجيشن، طبعا هياخد وقت عامل يوصل للدي، والدي لما يبعت هياخد وقت، الترافيك بتاعته هتاخد وقت عامل توصل لايه؟ للايه. في الفتره دي ستيل ممكن يحصل ايه؟ كوليجن. فحتى مع الرول دي الكوليجن يعني مش حصل له اليمينيشن، ولكن ستيل موجود برضك، ولكن موجود بكميه ايه؟ قليله، يعني البروبابيلتي بتاعته قليله. طيب لو انا جيت بقى قلت ان انا هطبق الكلام ده على نتورك بسايز، السايز بتاع النتورك كبير ولا صغير؟ يعني مثلا نتورك دي تكون الديستانس ما بين الاي والبي والسي والدي وزن مثلا 100 متر، ان هم مثلا موجودين في لاب او كده، ولا ممكن يكون كل واحده في بلد غير الثانيه؟ هيبقى الصغير. ليه صغير؟ اول حاجه دي لان فهي لوكال. انا ما قلتش هنا لين، انا قلت هنا لين، كنت قايله نشرح اللين. ماشي، بس هو التوبولوجي دي زي ما انت قلت ان هي بتنفع في النتورك الصغيره مش في النتورك الكبيره. السبب الاساسي بقى ايه؟ هي الحته الاخيره اللي انا قلتها دي، مع ان كل نود بتاخد وقت، مع ان كل نود بتديتكت الميديا قبل ما بتبعت، ولكن ايه اللي بيحصل لو النوت دي بعاد عن بعض قوي؟ لو النوت دي بعاد عن بعض قوي فنود A لو بعتت هي ونود B في نفس الوقت هيحصل كوليجن ببروبابيلتي اعلى. ليه؟ لان في حاجه اسمها بروباجيشن تايم هنتعرف عليه برده، الوقت اللي هتاخده السيجنال، يعني السيجنال اللي هتبعت من ايه هتاخد وقت عامل توصل للدي. خلاص، كل ما الوقت ده ما زاد السيجنال لسه ما وصلتش للدي، الدي لما يعمل ديتكشن على الميديا هيلاقيها بيزي، وهيلاقي الميديا بيزي ولا ايدل؟ هيلاقي الميديا لسه ايدل. خلاص، طالما الترافيك لسه في الطريق وما وصلتش للدي، خلاص، فبالتالي في هاي تشانس اوف كوليجن في الحاله دي. يعني لو النتورك دي امبلمنتد في سايز كبير فالبروبابيلتي اوف كوليجن هتبقى موجوده وكبيره. خلاص، طيب، فعشان كده يعني عارف بس النتورك، انت عارف الكمبيوتر فيه هاردوير وفيه سوفتوير، صح؟ النتورك برضك فيها هاردوير وفيها سوفتوير. الهاردوير بتاع الكمبيوتر عبارة عن ايه؟ حد يقدر يقول؟ الهاردوير بتاع الكمبيوتر ده عبارة عن عبارة عن ميموري، هارد ديسك، مونيتور، كيبورد، وكلهم كونكتد ببعض. لو انت دول جبتهم وعملت لهم ووصلتهم ببعض وما عرفتهمش ان هم يشتغلوا ازاي عن طريق بقى ايه؟ السوفت وير، فطبعا هيبقى ما لهمش لازمه. ولكن لو انت جبت حطيت عليهم بقى السوفت وير اللي هو الاوبريتنج سيستم زي ويندوز 10 او ويندوز 10 او اكس بي او وات ايفر، يعني
في الحاله دي الهاردوير ده هيبقى ليه معنى وهيبقى اسمه كمبيوتر. النتورك نفس الحكايه، النتورك فيها هاردوير وفيها سوفتوير. الهاردوير اللي بتاع النتورك مش عايز اسالكم السؤال ده عشان يكون صعب بالنسبه لكم. الهاردوير بتاع النتورك ده اللي هو عباره عن حاجه اسمها توبولوجي. التوبولوجي دي عباره عن ايه ببساطه خالص؟ هي الكونكتيفيتي بتاع ايه الاليمنتس الموجوده وكونكتد ازاي. يعني هنا التوبولوجي دي هي عباره اسمها كومن باس، ان عندنا نودز كلها كونكتد بكومن باس واحد. خلاص، هل كومن باس ده الكونكشن الوحيده؟ لا. يعني انت لو جيت هنا هتلاقي دي حاجه اسمها ميكسد مش، ان النودز واصله ببعضها بس مش كلها. لو كل النودز واصله ببعض، يعني النود الراوتر ده واصل بكله والراوتر ده واصل بكله، ده كده اسمها فول مش. لكن هنا ميكسد مش، ان هو مش لازم كله يكون واصل بكله، ولكن اقدر اوصل من واحد للتاني عن طريق ايه، اي طريق من مجمع من مالتيبل ايه، مالتيبل هوبس او مالتيبل نودز بيعدي عليه. خلاص، يبقى ايه الاليمنتس الموجوده، سويتشز او راوترز، متوصلين ازاي؟ دي الهاردوير ده اسمه ايه؟ توبولوجي. واضح؟ في اي سؤال؟ طيب انا هسال انا ساندرا سمير. ايوه دكتور، عرفت ايه هو الهاردوير بتاع النتورك؟ اللي هو التوبولوجي، اللي هو الالمنت متوصلين ببعض في فول مش، لو الراوتر متوصل بكل اللي جنبه، وفي نوع تاني اللي هو لو مش كلهم متوصلين ببعض. طيب لو انا بقى جيت هنا، خليكي معايا، لو انا جيت هنا وقلت ايه، وقلت ان دول اربعة نوتس كونكتد بايه، بكومن باس، ده التوبولوجي اسمها كومن باس. لو ما عرفتهمش اللي بعض يشتغلوا ازاي، هل هيبقى توصيلاتهم دي ليها مينينج ولا مينينجلس؟ لا مينينجلس بتاعي. لازم اعرفهم يشتغلوا ازاي. مش انا لسه بقول ان قبل ما تبعت تلسن او تسمع او تشوف الترافيك على الميديا او كده، يعني بحط رولز ازاي اهو. فبالتالي السوفت وير بتاع النتورك مش لايك الويندوز والكلام ده، ولكن السوفت وير بتاع النتورك هنا كورسبوندنج لحاجه اسمها ايه، بروتوكول. خلاص، يبقى هو ده كده البروتوكول. طيب بناء على الديفينيشن بتاع النتورك، ان هي نتورك عباره عن توبولوجي وبروتوكول، سوفت وير وهاردوير. الهاردوير اللي هو كونكت ازاي، ده التوبولوجي. والسوفت وير اللي هو من بالنسبه للنتورك، مش الاوبريتنج سيستم او الابلكيشن اللي على الديفايس، ولكن هي البروتوكولز او الطريقه ازاي ان هم يكوميونيكيت مع بعض. طيب السؤال بقى ليكم دلوقتي، هل الرولز اللي احنا استخدمناها هنا اهو في الكومن باس تستخدم في الديستنس الكبيره ولا لا؟ يعني لو ايه ده موجود في بلد ودي موجود في بلد تاني، هل ممكن اشير باس ما بينهم واتاكد ان الكوليجن اليمينيتد او حتى ضعيف؟ طبعا لا. ليه؟ لان انت عامل ما تبعت من A لD، عامل الترافيك ما تروح من A لD هتاخد وقت، يكون الD عمل ديتكشن للميديا ما لقاش حاجه فيبدا يبعت هو كمان. ايه اللي يحصل هنا؟ ايه هاي تشانس في كله. فعشان كده البروتوكول ده، اسمع ركز بقى في الحته دي، البروتوكول اللي انا شرحته مع الكونكشن دي، التوبولوجي دي، ده ينفع في الديستنس صغيره او اللي سميناها لان، لكن ما ينفعش في الوان. انت عرفتوا تقسيمه اللان والوان بيزد على ايه؟ بيزد على الاوبريشن بتاع النتورك والبرفورمانس المطلوب، ولكن مش مجرد هباء كده بنقول المسافه صغيره 100 متر تعتبر لان وكبيره تعتبر وان. لا، بيكون ليها جاستيفيكيشن يعني او سبب. ماشي، في حد عنده اي سؤال؟ طيب فلو رجعنا بقى للفانكشن بتاعت النتورك، الفانكشن اللي احنا شرحناها دي ليها اسم اللي هي ميديم اكسس كنترول.
طيب مينيم اكسس كنترول ممكن حد يقول لنا مقصود بها ايه؟ عمر المعتز عمر ايوه دكتور مقصود بها ايه ميديم اكسس كنترول مش عارف والله دكتور طيب سيف 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 عماد ايوه يا دكتور مقصود بقى ايه بالفانكشن اللي هي ميديم اكسس كنترول مش عارف بس طيب عمر ضياء دكتور ايه مقصود بالميديم اكسس كنترول شايل البروسيس اللي احنا عملناه من شويه ان انا بعرف بروتوكول بعرف نتورك سواء هاردوير او سوفت وير مثلا على اليمين هنا عندك ميديا واحد اهو وفي اكتر من نود بيبعتوا عليه فانت لازم تورجنايز الميديا اكسس ده ماشي فده كده البروسيس اللي احنا قلناها ان انت تلسن على اللاين قبل ما تبعت دي رول في اني بروتوكول اسمه ميديم اكسس كنترول ده اللي انتوا ايه ده الفانكشن اللي هي اسمها ميديم اكسس كنترول واضح كده طيب هتلاقي في فانكشن ثانيه نعم يعني يا دكتور الميديم اكسس كنترول ده بروتوكول ولا يعني ولا فانكشن ولا تمام هو البروتوكول بيعمل سيت اوف فانكشنز يعني تمام شكرا يا دكتور عفوا في فانكشن تانية اسمها فلو كنترول فلو كنترول دي ان انا لو انا ببعت من كلاينت 1 ده للسيرفر خلاص لو السيرفر ده بيبعت بريت عالي والسيرفر الميموري بتاعته صغيره ايه اللي هيحصل هو عامه اول باكت هتيجي هيحصل لها بروسيسنج تاني باكت هتيجي لو اول باكت ما خلصتش هيقعد هتستنى في البفر في الميموري خلاص ولغايه لما الباكت تخلص من والبروسيسور يبقى فاضي يقوم ايه واخد تاني باكت وهكذا الباكت الثالثه هتستنى في البفر لو هو ده بيبعت بريت عالي الميموري اللي هنا سايز اتملى ايه اللي هيحصل في الترافيك اللي هتتبعت بعد كده هيحصل لها دروب مش اكسبتنس وبروسيسنج في الديستنيشن اللي هو هنا سيرفر فبالتالي ايه اللي هيحصل هيحصل ان الباكت دي اللي هتيجي مش هتلاقي مكان تستنى في الميموري فكانها لوست يعني طيب فبدل ما اوصل للمرحله دي النود الثانيه دي او هنا اللي احنا مسمينه سيرفر بيرد على او بيبعت لي الكلاينت ويقول له يبطئ شويه فبدل ما يبعت مثلا 4 باكيتس مثلا في الدقيقه هيبعت مثلا 2 باكيتس وهكذا فبالتالي في الحاله دي انت بتعمل فلو كنترول ليه عشان السورس داز نوت اوفر ران ذا ريسيفر ميموري فدي فانكشن من ضمن الفانكشنز المفروض تعمل في النتورك في فانكشن تانية اسمها كونجيشن كنترول عشان نفهم كونجيشن كنترول هرسم لكم هنا رسمة على جنب تحت فيها زي تقاطع طرق لو انت في عربية ماشية كده خلاص واثناء العربيه وهي ماشيه كده في الاتجاه ده وهي في التقاطع جت عربيه الناحيه الثانيه كده ماشيه في الاتجاه ده برضه فعطلتها ايه اللي هيحصل العربيه دي الهورزونتال دي المفروض تمشي ناحيه الشمال والثانيه وايه ومعطله ناحيه اليمين لو هو اثناء كده جه واحد هنا اهو عربيه هنا مشيت برضه في الاتجاه ده وعطلت العربيه اللي هي ايه الثانيه فبالتالي في عربيتين دلوقتي اتعطلوا عامل العربيه التالتة دي تمشي
طب لو جات عربية تالتة بقى في الحتة دي، اي عايزة تمشي باتجاه ده، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بقى في الحالة دي كونجيشن، ده كده اسمه كونجيشن. فالكونجيشن هنا عبارة عن ايه؟ بيحصل ترافيك لود للترافيك هنا. الكونجيشن عبارة عن ايه بقى؟ حد يقدر يقول؟ الكونجيشن هو يعني عشان بس ما يحصلش لخبطه في كتير، بيقول الكونجيشن ان النتورك لودد. لا، النتورك لودد ده اوفرلود، ليه حلول؟ ان انت مثلا تزود الكباسيتي بتاعه النتورك، تزود راوترز، تزود مثلا كيبلز او كده بباندوتس عالي بدل باندوتس صغير. فليه طرق للتعامل، ولكن ده كونجيشن ان النتورك اوفر اول مش لودد، لكن اللود حصل فين؟ حصل في جزء من النتورك. زي مثلا انت لما يكون مثلا في الطرق وتلاقي مثلا في مثلا محل بيعمل افتتاح، او مثلا محل مشهور مثلا بتاع عصير او غيره، بتلاقي ان العربيات ركنه عنده كتير، وبالتالي بيعطل الطريق. خلاص، ده حتى لو بالليل، يعني بالليل المفروض الترافيك لود قليل اوفر اول يعني، ولكن بتلاقي الحته دي زحمه يعني. او لو قدر الله لو حصل حادثه مثلا، هتلاقي برضك هتعمل ايه؟ هتعمل كونجيشن في المنطقه دي. الكونجيشن هنا هو يعني ترافيك، مشكله ترافيك بتحصل في جزء من النتورك مش النتورك كلها. حد يقدر يقول لي ازاي اريزولف او احل الكونجيشن ده؟ يوسف شريف، ايوه، احل المشكلة دي ازاي؟ مش عارف. طب مازن اشرف، مازن هو اللي بسأله ليه بيعمل دروب؟ طيب مرام طارق، ايوه دكتور، ازاي احل المشكلة دي؟ هو انا مش واثقة قوي الصراحة، بس ممكن مثلا يبقى حاجة ليها علاقة مثلا بالتايم اللي انا ببعت فيه. التايم ده هتعملي بيه ايه؟ يعني اللي هو مش يعني انت عارف احنا بنتكلم عليه ولا ايه؟ السؤال يا جماعه، فاهم السؤال؟ ان هو في سيجنالز، يعني كذا سيجنال ماشيين، بس في تقريبا يعني حاجه زي يعني تراكس كده عامله لها بلوك، ده اللي انا جمعته. ده مش سيجنال، ده طرق عاديه في الشارع يعني، وده عربيات ماشيه. ازاي بقى اعمل ريزولوشن سوري ريزولوشن لحاجه زي كده؟ لو حصل ان مثلا العربيه دي راحه مكان هنا اهو، فبدل ما تمشي كده اهو، هي بلان هي تمشي كده، لا هنخليها تمشي كده. فيجي مثلا واحد ده يقوم مغير اتجاهه ويوصل نفس الديستنيشن برضك، بس عن طريق ايه تاني. فالبروسس دي اسمها ايه؟ ري راوتنج، ماشي. ففي طرق لحل مين؟ لحل الكونجيشن، ماشي. طب في سؤال تاني بقى او نقطة تانية، الكيبل ده ما بين اخر الراوتر والنتورك، ماشي. الكيبل ده هل هو اوبتيكال فايبر ولا اكسر كيبل ولا ايه بالظبط، ولا وايرلس؟ فبالتالي في من ضمن الحاجات اللي هي ايه؟ الميديا تايب. الميديا تايب، وفي برضك الداتا ريت. الداتا ريت بتاعه قد ايه؟ وده انت مثلا ده لما انت عندك انترنت سيرفيس وزود السبيد او كده، فانت ممكن يقول لك السبيد اللي عندك ما ينفعش تزيد عن حد معين، خلاص. فالداتا ريت ده من ضمن الحاجات دي.
طيب هتلاقي في يعني انا قلت عليه هتلاقي في سيت فانكشنز كتير قوي بعد كده خلاص عشان يتعاملوا مع الفانكشن دي اتفقوا على حاجه قالوا طيب هنقسم الفانكشن دي لحاجه اسمها لايرز. اللايرز ما هي؟ هي مش هاردوير مختلف في نفس الديفايس ولكن هي عباره عن فانكشنز مختلفه في نفس الديفايس. ففي فانكشنز شافوا الفانكشنز اللي هي ريليتد شويه لبعض وخلوها في لاير محدده خلاص. فبالتالي لو احنا بصينا هنا لاول تو فانكشنز هل التو فانكشنز دول قريبين من بعض ممكن احتاجينهم في نفس اللاير ولا بعاد عن بعض اللي هو الادرس والراوتينج؟ ها ليهم علاقه ببعض؟ ليهم علاقه ببعض. احنا شفنا هنا لما نقول الكلاينت عاوز يبعت للسيرفر هنا فهيبعت للراوتر ده والراوتر ده هيبدا يشوف بيزد على الديستنيشن بيزد على الادرس ثاني ازاي يروح للديستنيشن. فدول الريليتد لبعض خلاص. فدول كده مع بعض خليهم ايه اسمهم نتورك لاير. نتورك لاير نتورك لاير. طيب اخر اتنين دول اللي هو الميديا تايب والداتا ريت. يعني انت لو اخترت فايبر يبقى خلاص الداتا ريت عالي، اخترت اكسل كيبل الداتا ريت اقل، اخترت تويستد بير الداتا ريت ايه اقل. فبالتالي الاثنين دول ريت لبعض فسموهم فيزيكال لاير خلاص. طيب فبالتالي هنا بقى لو انت بصيت يعني هجنب بالسايتس اللي جزء قدام عشان بالسايز اللي جزء قدام اللي هو ده. فهنا ده عبارة عن layers ان كل functions كل مجموعة functions بتتكلم على layer معين. كل مجموعة function associated لي layer معين. طيب هي دلوقتي الساعة 11:30 فخلينا ناخد بريك وبعد كده نرجع تاني الساعة 12 ماشي ولا ايه؟ تمام يا دكتور. طيب انا هستوب ريكوردينج هنا.